المهنية منتخبة استنكرت بشدة سيدان الرئيسان المحترمان. طبعا كما تعلمون تتبعنا جميعا القرار ديال البرلمان الاوروبي، هذا القرار اللي كندينوه بصفتنا اولا كنخب سياسيه وكبرلمانيين، وكندينوه ايضا كمواطنين مغاربه. طبعا خاص الجميع يعرف على خلفيات هذا القرار هذا اللي جاء في سياق سياسي معين. هذا السياق اولا هو التقارب المغربي الاسباني والعلاقات اللي دارها المغرب مع اسبانيا اصبحت تزعج بعض يعني الدول داخل الاتحاد الاوروبي، وباش نكونوا واضحين نقولوا هذه الدول هذه ونحدوها بالاسم وهي فرنسا. فرنسا اللي قامت بواحد الدور كبير جدا داخل البرلمان الاوروبي واللي كتتكلم على مجموعه من الملفات. نحن اللي بغيت نقول انا كمواطن مغربي وكنائب برلماني على ان مثل هذه القرارات اولا لا تزعجني، لاننا نحن نعلم على اننا في دوله الحمد لله لها قوانين ديالها، لها مؤسسات دستوريه تشتغل. بالنسبة لنا هذه القرارات هذه ما هيش جديدة، أولا هي غير ملزمة في السياق السياسي والقانوني، وأيضا أوروبا لم تعد تلك الهالة اللي نقدروا ناخذوا منها الدروس. اليوم هي أوروبا تشيخ عندها مشاكل في حقوق الإنسان، جائحة كورونا فضحت مجموعة من الممارسات داخل هذه الدول، وبالتالي بغينا نقول لهم بالدارجة ما بقاش تعطينا الدروس. نحن لحسنا تلاميذ وخاصنا نفكوا روسنا من هذه العقدة اللي عندنا مع فرنسا، ونتحروا ونعرفوا على أننا أولا دولة قوية، دولة لها شرعية تاريخية ملكية دستورية، وأيضا دولة لها تاريخ وتضرب يعني جذورها في أعماق التاريخ. وبالتالي المطلوب منا اليوم هو تقوية الجبهة الداخلية، المطلوب منا هو نحن غادي نعترفوا غادي نقولوا على انه احنا ماشي دوله مثاليه، دوله عندنا اعطابنا وعندنا مشاكلنا الداخليه، ولكن هذه المشاكل الداخليه كنحلوها نحن وما يعطيناش حد الدروس فيها. احنا عارفين كاين الخلل وفين كاين الاعطاب وفين كاين المشاكل، وحنا قادرين كمغاربه قادرين كمؤسسات كمواطنين باش ندبروا هذه المشاكل ديالنا دون حاجه الى ان اي واحد يجي يعطينا الدرس في مجال حقوق الانسان ولا مجال الحريات. الحمد لله عندنا دستور متقدم يضمن الحقوق والحريات، عندنا قضاء اللي هو مستقل يضمن جميع الافراد ديالو المحاكمات العادله، وبالتالي ما مستعدينش تلينا نتلقاو درس من عند اي واحد كيف ما كان. وكنقولوا لفرنسا وكنقولوا لاوروبا بصفه عامه، المغرب اليوم يتحرر من عقده الاجنبي، المغرب اليوم يشق طريقه نحو التقدم، المغرب اليوم ليس في حاجه الى دروس، بالعكس المغرب سوف يعطي الدروس مستقبلا ان شاء الله.